تعرف الملخص بتاعه، فتقدر من خلال الموقع دوت تقول له جنريت سامري، لكن يشترط ان هو يكون الكلام فيه سبتايتل. فهو قال لي ان الملخص بتاعه ان هو بيتكلم عن شات جي بي تي، وان هو يقدر يساعد في ان هو يبني ذكاء اصطناعي ومعلومات كتيره والديباج. فالملخص ان هو فعلا اللي انا محتاجه، وتقدر تشارك الكلام دوت على تويتر. دوست جنريت سامري تاني فجاب لي معلومات مختلفه اكتر، تمام. هو ده فعلا ملخص الفيديو الطويل. فممكن عندك مؤتمر وانت شايف المؤتمر ده بيتكلم عن ايه مثلا، ممكن يكون العنوان خداع، او ممكن بعد ما تكتشف ان هو ده الموضوع اللي انت عايزه. فباختصار تقدر تعرف الملخص بتاع الفيديو دوت.